بعد مسيرة امتدت لنصف قرن في حكم سلطنة عمان، أعلن البلاط السلطاني العماني عن وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد مساء يوم الجمعة عن عمر يناهز 79 عاما، قاد خلالها البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة. وتأتي وفاة السلطان قابوس بعد نهضة شامخة أرساها خلال 5 عقود منذ أن تقلد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو من عام 1970، وبعد مسيرة حافلة بالعطاء شملت عمان وأسفرت عن سياسة متزنة بحسب بيان ديوان البلاط السلطاني. ولد السلطان قابوس طيب الله ثراه في مدينة صلالة بمحافظة ظفار في 18 من نوفمبر لعام 1940 ميلادية، وكان رحمه الله الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، كما تخرج من أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية برتبة ملازم ثاني. تولى المغفور له السلطان قابوس الحكم خلفا لوالده في 23 من يوليو لعام 1970، وتقلد السلطان الراحل طيب الله ثراه بحكم دستور البلاد أغلب المناصب في سلطنة عمان، فقد كان المغفور له رئيسا للوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة، كما احتفظ بحقيبة الدفاع والمالية ومنصب محافظة البنك المركزي. اهتم السلطان قابوس طيب الله ثراه منذ توليه الحكم في البلاد بتنفيذ مشاريع تنموية عديدة لرفع مستوى معيشة المواطن العماني، حيث ركز على إنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الضرورية، إضافة إلى إنشاء موسوعة السلطان قابوس للأسماء العربية ودعم مشروعات تحفيظ القرآن الكريم سواء في السلطنة أو في عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى جائزة السلطان قابوس لصون البيئة التي تقدم كل عامين من خلال منظمة اليونسكو. حصل السلطان قابوس طيب الله ثراه على عدد من الجوائز، أبرزها جائزة السلام الدولية وجائزة جواهر لان نهرو للتفاهم الدولي وقلادة ترتيب إيزابيلا الكاثوليكية وفارس الصليب الأكبر من وسام القديس مايكل والقديس جورج وغيرها من الجوائز العالمية والإقليمية والعربية الأخرى المتعددة. سياسيا كان الراحل سلطان قابوس بن سعيد من مؤسسي مجلس التعاون الخليجي عام 1980، كما أن عمان احتفظت بعلاقات جيدة مع كل الدول العربية وانتهجت سياسة صداقة الجميع للتركيز على العلاقات التجارية مع كافة الدول.